التهاب الكبد الفيروسي هو أحد الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات والتي تسبب بدورها الضرر لخلايا الكبد. قد يكون الضرر الناتج مؤقتاً وقد يكون دائماً، لكنه في كلا الحالتين ضار. يتميز التهاب الكبد الفيروسي بوجود خلايا الالتهاب داخل أنسجة الكبد. والالتهاب الكبدي الفيروسي يصيب الجسم بالإجهاد الشديد واصفرار الجلد، ولا سيما لدى الأطفال. هناك 5 أنواع من الالتهاب الكبدي هي ألف، ب، ج، د، ه. كما توجد أنواع أخرى غير مصنفة أو غير واضحة الارتباط بالمرض، مثل فيروس التهاب الكبد سي. والسبب الشائع في موت المرضى بالفيروسات الكبدية الفشل الكبدي الحاد الذي يؤدي للغيبوبة والموت. يكون الالتهاب لدى الأطفال أقل حدة، لكنه قد يولد فيما بعد تليفاً كبدياً وتلفاً بأنسجة الكبد أو الفشل الكبدي. ولا يوجد علاج خاص للالتهاب الكبدي الفيروسي، فعندما يصاب الكبد بالالتهاب الكبدي الفيروسي تموت الخلايا، مما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة. فقد يصاب المريض بالنزيف المتكرر نظراً لقلة إفراز الكبد لعوامل التجلط. ينتقل الالتهاب الكبدي ألف وباء وجيم عن طريق الأدوات الخاصة للمريض، مثل فرشة الأسنان أو أدوات الحلاقة أو إبر الحقن المستخدمة سابقاً أو الملابس الملوثة بالدماء والمناشف أيضاً، خاصة إذا لامست جرح أحدهم ولوثته. هناك أمل كبير في ظل الاكتشافات الطبية المستمرة أن يكون هناك شفاء بنسبة 100%. أما فيروس سي أو القاتل الصامت فهو من الفيروسات المزمنة، وتم تشخيص هذا الفيروس عام 1989. ولذلك انتقل الفيروس عن طريق التبرع بالدم من الأشخاص الحاملين لهذا الفيروس، لأن الفحوصات التي كانت تعمل قبل التبرع بالدم للتأكد من سلامة الدم المنقول لم تشمل هذا الفيروس الذي لم يكن قد اكتشف من بعد. وبذلك فإن التهاب الكبد الفيروسي يشكل نسبة كبيرة من حالات الكبد الناتجة بسبب تلوث الدم المنقول. ويسعى العلماء الآن جاهدين لاكتشاف عقار جديد يوقف عمل هذا الفيروس اللعين الذي يتلف الكبد بمرور الوقت تلف كبير.